مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الموضوع ديال بوشعيب مول الكيران. مشاهدينا الكرام، أول ظهور أستاذ أجوحي رضوان، طبيب مختص في طب الشيخوخة، هو اللي عاين بوشعيب، هو اللي دخل لعنده. غادي نشوف معاه كيفاش شاف التشخيص ديال بوشعيب. دكتور مشكور لأنك معنا في الموضوع، دخلتي للمنزل بالقرار ديال المحكمة بطبيعة الحال باش تشوف السي بوشعيب، كيف شفتي الوضع ديالو؟ السلام عليكم ورحمة الله. افكتيفمون اليوم قمت بزيارة سريرية لسي بوشعيب، اللي الحالة الصحية ديالو مزيانة. إلا هضرنا على الجانب لو كوتي فيزيك، سافو دير كو السيد اوتونوم، سافو دير كيتحرك كيتمشى، يلفي لي بيزوان ديالو اللي خاصينو، يقد يمشي لي تواليت، يقد ياكل بوحديتو. سي فغي كو عنده مرض اللي هو مرض مزمن، هو مرض الزهايمر، اللي عنده منذ سنوات، واللي في لو ستاد ديالو كي ان ستاد افونسي. الوقت ديال الوقت اللي كنا الوقت اللي شفتو، جي دوموندي على اشنو هما الادويه اللي كيستعملتو. مالوغوزمون ما كيستعمل حتى شي حاجه لهذا المرض هذا، وعلى حساب العائله بان افكتيفمون لو دياغنوستيك كان مديور هذه سنوات، كان بادي لو تريتمون ديالو، باغ لا سويت تحبس لو تريتمون. علاش؟ واش ما كانش افيكاس؟ ودابخي العائله بان الطبيب ديالو هو اللي حبسو، مالغي كو في هاد الامراض المزمنه بحال الزهايمر، هذا كنسميو لو تريتمون دو فون اللي خصو معمرنا نحبسوه. كيف ما قلت، الحاله ديالو الصحيه مزيانه، سي كالكان اللي قاد واقف يتمشى وكل شيء. بيتيتر لا غومارك الوحيده اللي ممكن تكون عندي في الجهه هذه، بان هاد المرضي ديال الزهايمر سي مرضي اللي كيخصها ان سويفي، خصها نتابعوها عن قرب، خص الطبيب ديالو يشوفو على الاقل مره في ثلاثه شهور. كي الفو انستوري كاين ان تريتمون، كاين واحد العلاج اللي كنعطيوه للمريض اللي خصو يبقى ياخذو حياته كامله، الفو جامي لاغيتي. هي بصح كيف ما كنقولوا بان ما كاينش علاج لهذا المرض هذا، ولكن هاد الادويه هادو كيأخروا علينا التدهور ديال الحاله ديال هذا المريض هذا. و دي مالاد في هاد لاج هذا كيخصهم ولا بدا كيكون طبيب معالج اللي خصو يتبع معاه، يقد يكون طبيب اخصائي في هاد الطب الشيخوخه، ولا طبيب عام، طبيب ديال العائله اللي كيكون قريب ليهم اللي خصو يشوفو ريغولييرمون. وملي كنقولو ريغولييرمون صافي على الاقل مره في ثلاثه شهور يدار ان بيلون، تعاود ليا غام ا شاك فوا كون سي نيسيسير. الفو فورمي خصنا العائله، لان هذا المرض ديال الزهايمر كيحتاج بان العائله كامله تدخل، لان حمل ثقيل وكبير بزاف كيكون على الزوجه بوحديتها ولا على الوليدات بوحديتهم، لان خص كل شيء يكون امبليكي في هذا العلاج هذا، لان كل واحد غير يكون عنده دور، وما يمكنش واحد يقابلو 24 ساعه على 24 ساعه. سي بور سا كيخص تكون نوبه. وسميتو مالوغوزمون في المغرب عندنا ما عندناش دي سونتر كي سون سبيسياليزي في لا بريز ان شارج لهاد لي مالاد هادو، اللي ممكن العائله كتحطو فيها من ساعه المراقبه، من اجل المراقبه، من اجل الاستشفاء، واللي يبقاو يجيو غير كيزوروه. وحنا في الدين ديالنا وفي العادين ديالنا، من كنبغيو الانسان ملي كبار كنبغيو تشدو وسط وليداتو وسط سميتو، مي خص ان سويفي، وخص طبيب معالج اللي كيكون متبع الحاله ديالو، واللي ممكن يلجؤوا ليه في اقل حاجه اللي يحتاجها هذا المريض هذا. السؤال اللي عندي معك دكتور هو بعد استفسار ديالك معاه ومع العائله ديالو على هذا التاخر وعدم تتبع العلاجات اللي انت مختص في الامراض ديال الشيخوخه، يعني الناس المتقدمين في السن، الجواب ديالهم هما واش من الطبيب ولا هو اللي حبس الدواء ما بقاش كيستعمل الدواء؟ هنا كاين ممكن نجاوبك في جوج ديال لي فولي. لو فولي الاولاني اللي هو بان هذه مشكله عندنا في المغرب كامل بالنسبه لهذا المرض هذا، هو ان الناس كيقول لك حقا هذا المرض ما كيتعالجش، واخا تعطي الدواء راه ما غادي ينفعو حتى حاجه. باغ كونتر الدواء كيعطل كيأخر لينا دوك العلامات وداك التدهور ديال الحاله ديال المريض. ملي سولت علاش لو تريتمون ما بقاش كياخذوا سي بوشعيب، قالوا لي بان سي لو ميدسان تريتون ديالو اللي كان حبسه.
كان كياخذ جوج ديال الادويه وبين الطبيب ديالو كنحبسوه. زعما رايي الخاص بان هاد الادويه ما كنحبسوهمش، لان نهار كنبداوهم كنعلموا العائله بان ستان تريتمون اللي غيبقى ياخذوا حياته كامله. داكوغ. الحاجه الثانيه هو ان علاش ما كاينش تتبع ديال الحاله ديالو، ما كاينش ان سويفي، لان بالنسبه العائله ما نساوش راه دوزنا واحد سنتين ونص ديال كوفيد، الناس كاملين كنا كنخافوا على الناس الكبار بان نخرجوهم بان نديوهم مصحات بان نديوهم يشوفوا الاطباء خوفا من سميتو، طوندي كو كانت كان اللي ما كان اللي كنسميهم افيك لي تيلي كونسلطاسيون اللي كنديروهم سوا في سوا في التليفون سوا كنديروهم اون ابيل فيديو. داكوغ. ما نقولش بان كاين اهمال، مي بوتيتر قلت المعرفه وسورتو وراوني بان عندهم اله ديال باش كيعبروا لي السكر، اله باش كيعبروا لي طونسيون دو في، كيقولوا بان هادو مزيانين راه السيد راه مزيان، مي الصحه ديال المريض ما كتحصرش في هاد جوج ديال الحوايج، بان السكر ديالو مزيان وان لا طونسيون ديالو مزيانه. نعم. دكتور، السؤال الاخير اللي عندي هو فيما يخص من شتي الوضع ديالو الصحي بالضبط اللي غنحدد معاك هو عامل السن، الوضع الجسماني ديالو قلتي على ما يرام، هنا السؤال اللي كطبيب، واش الوضع الجسماني ديالو يتلائم مع السن ديالو، نعم ام لا؟ صافي دير لو باسيون اي في سون اج، لا سونتي ال في سون اج، صافي دير كو كاين تلائم ما بين العمر وما بين الحاله الجسديه ديال هذا المريض هذا ديال سي بوشعيب. داكوغ. الحاله الثانيه اللي هي ديال لا مالادي دالزهايمر، باسكو لا مالادي دالزهايمر دائما كتبقى داخله في لو كادر بسيشيك لو كادر بسيكولوجيك لي تروبل كونيتيف هما اللي كيدير المريض، هادو ما كيكونش عندهم تاثير مباشر على الصحه الجسديه ديالو في البديه وفي هذه المرحله، مي في مرحلة في ملي كندوزو المراحل متطوره بزاف افكتيفمون كيكون عندهم تاثير وكبير. و سي فغي بان كيكونوا لي ديسي ماشي بمرض الزهايمر مي بالعواقب ديالو، واول حاجه اللي كتكون هو ان المريض ملي كيشد الفراش ملي كيفقد داك لوتونومي ديالو، هذه هي السبب الكبير اللي كيخلي بان هاد الناس هادو كيديروا دي زيسكار كيديروا دي زومبولي كيديروا سميتو، كيكون هو كتكون هذا هو السبب ديال الوفاه. استاذ رضوان شكرا لك، جاوبتينا على الموضوع واستفدنا معك ما هو طبي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا دكتور رضوان اللي عاين بوشعيب عطانا الوضع الصحي ديالو من جميع الجوانب، كما بطبيعة الحال عطى الملاحظات اللي شاف حول كل ما يتعلق بالوضع الصحي ديال بوشعيب. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.